السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إخواني في الله سأقدم لكم يعني منصة جميلة ومنصة معروفة ومشهورة جدا، يعني منصة خاصة بالتداول في الكريبتو كارنسي والاستثمار في العملات الرقمية إخواني في الله. لكن قبل بداية الفيديو أتمنى لكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك لتشجيعنا لنشر المزيد من الفيديوهات. إذا إخواني فكما نرى هذه المنصة، فالمنصة تدعى بيتجيت، هي منصة يعني معروفة ومعروفة جدا، فهذه الواجهة الخاصة بالمنصة. فالمنصة فهي تدعم العديد من الكريبتو كارنسيز كما نرى، فهنا مثلا يعطيك أكثر الكريبتو المربحين، أكثر الكريبتو الذي خسروا في يعني في الأيام الأخيرة، أيضا يرى هنا النيولي ليستد والعديد العديد يعني من العملات الرقمية التي ستجده. انظر معي أيضا يوجد الكوبي تريدين، وستطرق إلى سلسلة حول هذه المنصة وسأريكم تقريبا كل شيء إخواني في الله. وكما نعرف أن ليونيل ميسي هو براند أمباسادور الخاص ببيتجيت لكي ترى مصداقيتها، فاللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي هو يعني الأمباسادور الخاص به إخواني في الله. فيمكنكم تريد أني تايم أني وير، يمكنكم تريد في على الهواتف خاصة الآي أو إس أو الأندرويد. فبهذه الطريقة كما نرى أكثر من 630 كريبتو كارنسيز موجودة في تريدنج فوليوم، في كل يوم تكون 30 مليار تريدنج فوليوم، وأكثر من 20 مليون ريجستر يوزرز كما نرى، والإليت تريدرز كما نرى أكثر من واحدة كما نرى إخواني في الله. إذا أول شيء إذا كنت تريد يعني تسجيل الحساب ستضغط على الرابط أسفل الفيديو، بعد إخواني التسجيل فوجد ستذهب إلى هنا. إذن أو يمكنكم الدخول بالتليجرام أو جوجل إخواني في الله مباشرة، سيكون لديكم حساب يعني بطريقة سهلة. أنا الآن سأدخل إلى حسابي وسأريكم طريقة استخدام هذا المنصة الجميلة جدا. إذن إخواني فبعد الدخول لتسجيل الحساب، فهذه الواجهة الخاصة بالمنصة الخاصة بكم. هنا ستجد أن الأكاونت خاص بك، هنا إخواني في الله هذا اليوزر الخاص بك وكل شيء. إذن أول شيء إخواني في الله يجب عليكم وهو البدء في فيريفاي. إذن كما ترى هنا يقول لك فيريفاي الإيدنتيتي الخاصة بك، فطريقة سهلة لكي تقوم بفيريفاي الحساب الخاص بكم لكي تقوم باستخدامه بدون أي مشكلة. فبعد الدخول تذهب إلى تضغط إلى هنا فيريفاي أو من الحساب وتضغط على فيريفاي. بعد إخواني في الله تقوم بالضغط على فيريفاي على هذا الشكل، يعني فيريفاي سيمكنك من استحلال هذه الاشياء، مثلا نقوم بفيريفاي على هذا الشيء. ثم اخواني هنا تختار البلد الخاصه بك، ثم بعدها تختار ماذا تريد، يعني الاي دي كارد، باسبورت، درايفر ليسنس، ريسيدنس كارد. ثم بعد تقوم بالبي سي او موبايل فيريفيكيشن. بعد اخواني في الله تبدا اخواني في الله مثلا بالبي سي، ثم بعد تقوم باضافه يعني ارسال هذه يعني الصور. بعد تقوم بارسال الصور هنا، وبعد سيقوم بتاكد اخواني في الله، ثم بعد اخواني في الله سيقوم ب يعني تفعيل الحساب الخاص بكم اخواني في الله. إذا إخواني فبعد أن تقوم بتفعيل الحساب الخاص بك، فستجد المنصة أنها مفعلة وكل شيء خاص بك الآن يمكنكم البدء في استخدامه. أول شيء إخواني في الله هو الماركت، تذهب إلى الماركت لكي ترى يعني العملات الرقمية الموجودة. مثلا إذا كنت تريد مثلا تذهب إلى الماركت لكي تقوم مثلا بالبحث على عملة، هل هي متواجدة في يعني في المنصة، فما لك تذهب إلى الماركت. بعدها تقوم باختيار مثلا تريد السولانا، تكتبها هنا، وكما نراها هي السولانا إخواني في الله موجودة، وستجد جميع يعني العملات الرقميه المشهوره موجوده، مثلا البيبورك، بيتكوين، اكس ار بي، اثريوم، واي واحده اخواني في الله هنا ستجدها. اذا اخواني اول شيء قبل البدء في تريد والبدء في شراء الاستثمارات وتستثمر اخواني في الله في العملات الرقميه، اول شيء يجب عليك هو شراء الكريبتو، يعني شراء اليو اس دي تي لكي تبدا في استخدامه في المنصه. كما لك الذهاب الى باي كريبتو، فيوجد العديد من الاشياء، يوجد الدي بي كارد والكريدي كارد، وشراء الكريدي كارد والدي بي كارد، يوجد يعني البي تو بي اخواني في الله، ثم يوجد الكويك باي والبيتجيت كارد اذا كانت لديك اخواني في الله. ثم يعني اول شيء تذهب الى الكريدي كارد، تذهب الى هنا، ثم طريقه سهله تختار مثلا تريد شراء مثلا 100 دولار يو اس دي تي، فستعطيك اخواني في الله اذا تسوي يو اس دي تي يعني بالفيز اخواني في الله هنا، ثم بعد تقوم بباي يو اس دي تي على هذا الشكل. ثم اخواني يجب ان تقوم بفيريفاي الاكونت الخاص بكم، وبعدها يمكنكم باي اليو اس تي بطريقه سهله وسهله جدا. ايضا يوجد الشيء الثاني وهو البي تو بي، تذهب الى البي تو بي من هنا. يعني البي تو بي ما هو البي تو بي؟ وهو الناس يعني يحطون يعني يقوم باضافه الاموال الخاصه يعني الاس تي الخاص بهم. انت مثلا تختار مثلا هنا الدولار، تريد الدفع مثلا بالدولار، وتريد شراء مثلا اس تي، تختار مثلا اي ميثود باي ستقوم بالدفع. مثلا يوجد سكريل، مثلا اذا كنت تريد الدفع بسكريل تذهب مثلا بسكريل، تدفع لهذا الشخص سكريل، وهو سيعطيك يعني الـ يعني الـ يعني
الـ USDT، وستجده في الورد الخاصة بك إخواني في الله. مثلا هذا يقوم ب يعني الباير سكرين نيترال و ARTM ثم PayPal، والعديد من الأشياء هنا موجودة. فمثلا من هنا يمكنكم الشراء نفس الطريقة بالنسبة للبيع إخواني في الله، تقوم إذا كانت لديكم جولة بيع، فمن هنا إخواني في الله. هنا يعني الكويك باي فهي أيضا سهلة، تقوم بكويك باي يعني طريقة نفس الطريقة، تقوم مثلا بالضغط على أي واحدة ثم تقوم بالشراء إخواني في الله. إذا شيء آخر إخواني في الله، مثلا أنت تريد شخص صديقك أن نرسل لك الأموال، كما لك الذهاب إلى الورد الخاصة بك من هنا. بعد إخواني في الله ستجد الديبوزيت، تذهب إلى الديبوزيت على هذا الشكل، ثم ستأخذ مثلا يعني يجب أن تقوم بفيرفاي الأكاونت الخاص بك، ثم هنا بعد تختار اليوتيتي وستقوم بإعطائه مثلا الورد الخاصة بك بطريقة سهلة وسهلة. نفس الطريقة بالنسبة للويدرو، إذا كانت لديك ويدرو إخواني في الله نفس الطريقة، تذهب إلى USDT تختار مثلا تقوم بالدفع بالنسبة لـ ERC20 أو الإيثريوم، تقوم بالوادرس الخاص به الشخص الذي تريد إرساله، ثم النكس وتقوم بإرسال إخواني في الله. في هذه الطريقة يكون لديك الأموال. يعني بعد أن تحصل على الأموال في الورد الخاص بك، إذا كنت تريد تريد فسهل، تذهب إلى تريد من هنا ثم تختار تريد من هنا مثلا، ثم الطريقة سهلة وسهلة جدا. مثلا أي عملة تريد شراؤها وتريد التريد في هذه العملة، كل ما عليك مثلا تختار من هنا. الآن يعني مختار البيتكوين، تقوم مثلا باختيار الـ XRP أو الإثريوم. مثلا أريد أن أستخدم مثلا في السولانا، مثلا نذهب نختار السولانا على هذا الشكل، ثم من هنا تختار مثلا في شارت كم تريد، 5 دقائق 3 دقائق الأخيرة. وهنا سجد الناس يعني يشترون الماركت تريدز كما نرى، ومن هنا يمكنكم إخواني في الله الشراء والبيع. مثلا إذا كنت تريد الشراء تقوم بالضغط على باي، سيل تقوم بسيل إخواني في الله، ثم بهذه الطريقة هنا تختار البرايس الذي تريد، هنا كم تريد الشراء، ثم بعد ذلك يمكنكم بيع السولانا إذا كانت لديك، تقوم بشرائها من هنا إخواني في الله. نفس الطريقة تقوم بشرائها، وعند الاستثمار وارتفاعها إخواني في الله ستربح أكثر إخواني في الله. أو يمكنكم الدخول إلى الماركت، متى الدخول إلى الماركت؟ من هنا تذهب إلى الماركت إخواني في الله وتقوم بالشراء مباشرة. نفس الطريقة بالنسبة للسيل، فنفس الطريقة هنا الكروس تريبل إكس كما نرى، من هنا نفس الطريقة الإيزوليتد في 5 متى من هنا. وبهذه الطريقة يمكنكم التداول في أي عملة. إذا كنت تريد أي عملة أخرى فقط تقوم بكتابتها أو البحث عنها، مثلا البي جي بي يعني هذه العملة الخاصة بالبيتكيت، يعني عملة جميلة جدا. إذا كنت تريد مثلا شراؤها تقوم ببيع على هذا الشكل والاستثمار فيها، لديها مشروع كبير لأن منصة هي مشروع جميل جدا وكبير جدا. مثلا تختار أي واحدة، مثلا البيتكوين أو أي واحدة، تختار مثلا سبوت من هنا، تختار يعني تريد في الماركت أو من الليمت إخواني في الله، أنت ومتى تريد إخواني في الله. هنا تقوم بتحديد كم تريد، ثم من هنا إخواني في الله يمكنكم شراء أي عملة رقمية تريد إخواني في الله. أيضا يمكنكم سبوت تريدين، أيضا يوجد الفيوتشرز إذا كنت تريد التداول في الفيوتشر تريدين، في تريدين بوت والكوبي تريدين والديمو تريدين، سنتطرق إليها في الفيديوهات القادمة. مثلا الفيوتشر تريدين نفس الطريقة إخواني في الله، تختار مثلا من هنا ويمكنكم يعني التداول بنفس الطريقة الذي يعني قمت بإظهارها في الفيديو الأول. مثلا تختار مثلا تريد التداول في الـ XRP، ثم هنا تختار open or close، يعني هذا تداول إخواني في الله في الفيوتشر كما نرى. وهنا تختار مثلا الشارت تريد تحليله وأنت وأي عملة تريد الاستثمار فيها إخواني في الله. بعد إخواني في الله ستجد في الورد الخاصة بك جميع الكوينز مثلا الذي لديك إخواني في الله، ستجد جميع مثلا العملات الرقمية التي لديك، مثلا كم عملة رقمية من هنا، وستجد كم لديك إخواني في الله. فنفس الطريقة في يوجد العديد من الأشياء في منصة بيتكيت، مثلا الكوبي تريدين البوت الإير، سنتطرق لكل هذه الأشياء إخواني في الله. مثلا يوجد مثلا في البي جي بي ستيكن، مثلا نذهب إلى الإير ثم نذهب إلى هنا، فهذه خاصية أخرى يمكنكم الربح بها يعني من خلال استثمار في العملة الرقمية الخاصة ببيتكيت. يمكنكم استثمار من هنا وتختار مثلا ستيك، تقوم بستيك من هنا، وإذا كانت لديك حظ فستربح إخواني في الله في من خلال ستيكن إخواني في الله، لكي تبدأ إخواني في الله في الربح من هنا. أيضا يوجد العديد من الأشياء مثل السيفينجز موجودة أيضا في منصة بيتكيت، والعديد من الأشياء موجود هنا إخواني في الله. مثلا إذا كنت تريد سيفين مثلا 1% 36%، تقوم بالسبسكرايب هنا إخواني في الله والدخول إخواني في الله. وأنا سأريكم شيء آخر يعني في الفيديوهات القادمة إخواني في الله في القريب العاجل. أيضا إذا كنت تريد الربح من الريفرال فتذهب إلى هنا ثم تسجل يعني الكوبي الحساب عفوا يعني
رابط الإحالة وتذهب إلى الناس، وأي واحد دخل من رابط الإحالة الخاص بك ستربح أكثر إخواني في الله. إذا كان هذا الفيديو الأول إخواني في الله حول شركة بيتكيت، ستجد كل شيء إخواني في الله أسفل الفيديو، الروابط أسفل الفيديو، تقوم بالضغط عليها ويمكنكم البدء في الاستثمار. أنصحكم بشركة بيتكيت فهي جميلة وجميلة جدا وستعطيكم العديد من المزايا إخواني في الله. نتطرق في فيديوهات جديدة في القريب العاجل. كان معكم مدلل تقني، نلتقي في فيديو جديد، إلى اللقاء.